أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري على عمق العلاقات الأخوية بين الشعب المصري والشعب السعودي وتنامي الشراكة الثنائية بين مصر والسعودية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان. خلال استقباله السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أكد وزير الأوقاف على التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الديني، وذلك من أجل تحقيق المحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني محليا ودوليا بالتنسيق مع رؤية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بتنسيق التام مع معالي الوزير عبد اللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.